السلام عليكم. السلام عليكم. واجدين هنا في مستشفى الاستعجالات بمدينة معسكر. الحمد لله والشكر لله ان المناصر عجل محمد واللي كان يناصر فريق غالي معسكر في المقابله الاخيره ضد فريق وتري. الحمد لله يعني مشيئه الرب سبحانه وتعالى حادث وحادث كان خطير. والحمد لله نشكر مستشفى وهران والقائمين هنا في مستشفى معسكر. وراكم تشوفوا يعني الحاله راهي شويه متعجب بصح الحمد لله راه تعدى مرحله الخطر. جد مسرور بالتواجد الكبير هنا للعائله الكبيره لفريق غالي معسكر من لاعبين قدماء من مسيرين من رئيس الفريق مدرب الفريق ممثل اللاعبين خونا شنوفي. اولا ندعو له ان شاء الله الشفاء العاجل ونقول الاخ تاعو ان شاء الله راه متواجد هنا ان شاء الله ربي يحفظه. وهذه رسالتي لكاع المناصرين اللي راهم يتنقلوا مع الفرق واللي راهم يحاضروا فرق حذاري ثم حذاري الروح الرياضيه حذاري من التهور. نقولوا له مسكين ربي يشافيه وخاطرش من توشى مسكين هو توشينا حنا ورانا معاه مسكين رانا معاه من اليوم رانا معاه واقفين معاه حتى للتالي ان شاء الله ربي يشافيه. الى ابو غالي معسكر نتمنى له الشفاء العاجل وكما قال لك هو ما قصرش في حق ليكيب جا سيبورتانا حتى لداني دار لي مينيت وحنا ان شاء الله نقعدوا معاه حتى يريح بربي كل يوم نزوره. الله يهديك كيما هكا حنا مسلمين نؤمنوا بالقضاء والقدر. كل ما نتمناه هو ان شاء الله يا ربي ربي يشافيه ويعافيه ان شاء الله وحنا رانا معاه. اسمح لي قضاء قضاء نشكروك على المجيء تاعك وحنا رانا معاه روني لا نستنوا ان شاء الله. هذا مناصر مناصر تاعنا وكان تثبت له هذا هذه الاكسيدون بسبب مقابله. هذا دليل على حبه للفريق وحنا هذا اللي يحب الفريق حتى حنا نحبوه. نقولوا له ان شاء الله شفاء ان شاء الله يا ربي. رسالتي هنا باسم رئيس الفريق كندر وقال لي عليها يعني وحنا ونعتدي للعائله. رانا درنا الواجب واللاعبين دار الواجب والانصار راهم اليوم اداره المستشفى قالنا قلوا عليه الزياره خلوا هذه الثلاث ايام القادمه ان شاء الله يعني باش ان شاء الله يتعدى مرحله الخطر ويتعافى ويعاودوا للمدرجات. باسم انصار غالي معسكر نتضامنوا مع العائله ونتضامنوا مع المناصر هذا عجاد ونتمنوا له الشفاء العاجل ان شاء الله. وهذه الفرحه اللي راه يعيشها فريق غالي معسكر بعوده نتائج ايجابيه ان شاء الله تنعكس نفسيا على هذا المناصر وعلى كل المناصرين. قولوا للمناصرين كي تنقلوا مع الفريق تاعكم حذاري ثم حذاري وفي المدرجات الروح الرياضيه وان شاء الله ربي يشافيه ويعافيه ان شاء الله. هذيك صحتها ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله. هيا ربي يشافيه.